استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي والوفد المرافق له بمقر الوزارة، وذلك لمناقشة مستجدات موضوعات التعاون المشترك بين الوزارتين. ناقش الجانبان خلال اللقاء مراجعة عدة مشروعات على رأسها تنفيذ أعمال إعادة تأهيل قناطر إسنا وتنفيذ الأعمال الاستشارية لرفع كفاءة وصيانة جسم السد العالي. وأكد العصار على حرص الوزارة على استغلال إمكانياتها في التعاون مع وزارة الري لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بما يخدم مصلحة المواطن. من جانبه أوضح وزير الري أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من خبرة الإنتاج الحربي في المجالات التصنيعية للتوسع في تنفيذ عدد من المشروعات.